الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قاد غر المحجلين الميامين بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه حبيبي رب العالمين. بنسمع كتير الآية دي، وبنسمع كتير جدا من الناس يقولون هذه الآية وهم يدعو الله عز وجل: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واحنا في العمر واحنا في الحج اثناء الطواف عندما نصل الى الركن اليماني، فبين الركن وبين الحجر نقول: ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. طب ايه ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه؟ ايه المقصود بها؟ قال ابن كثير رحمه الله: الحسنه في الدنيا تشمل كل مطلوب الدنيوي من عافيه ومن دار رحبه ومن زوجه حسنة يعني زوجة جميلة يعني، وولد بار، ورزق واسع، وعلم نافع، وعمل صالح. يبقى الحسن اللي في الدنيا كل اللي احنا قلنا ده: عافية، دار رحبة، زوجة حسنة، ولد بار، رزق واسع، علم نافع، عمل صالح. أما الحسن في الآخرة فأعلاها دخول الجنة، وتوابعها من الأمن من يوم الفزع الأكبر، وتيسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة، والوقاية من النار. قال السعدي رحمه الله: فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله، ولذا كان الدعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن عثيمين رحمه الله: ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من أن يقول في دعائه: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا الدعاء أجمع الدعاء: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يشمل كل حسنات الدنيا كما ذكرنا: من زوجة صالحة، ومن مركب مريح، ومن سكن مطمئن، وفي الآخرة حسنة، يشمل كل حسنات الآخرة كلها من الحساب اليسير، وإعطاء الكتاب باليمين، والمرور على الصراط بسهولة ويسر، والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول الجنة، إلى غير ذلك من حسنات الآخرة. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية، بل هو أجمعها لأنه شامل. أسأل الله أن يأتيني وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا جميعا عذاب النار، وأن يجمعني وإياكم مع الأبرار، مع النبي المختار بأبي أمي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.